بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أينما كنتم أسعد الدين زين معكم. مستمرين في دورة استشارة أونس فورم في الجزئية بتاعة الـ Image Processing أو الـ Working with the Images. اشتغلنا محاضرتين في الـ Images، دي المحاضرة الثالثة. المحاضرة الأولى فتحنا الصورة على البيكتشر بوكس، المحاضرة الثانية حفظناها لامتداد ثاني، أو غيرنا عملنا كونفيرت من امتداد لشنو؟ لامتداد ثاني. الليلة هنشتغل الحتة بتاعت شنو؟ بتاعت تغيير لون الصورة، كويس، من صورة ملونة لشنو؟ لصورة أبيض وأسود، أو صورة شنو؟ صورة جري سكيل، كويس؟ للناس اللي ما بتعرف الأنظمة بتاعت الألوان في الكمبيوتر، كويس؟ ده بعض شنو؟ بعض من أمثلة من الأمثلة على شنو؟ على أنظمة الألوان، كويس؟ عندي أول حاجة الـ RGB، ده هو النظام بتاع الريد جرين بلو. عندي الجري سكيل، ده شنو؟ ده التدرج الرمادي، او احنا بنقول عليه شنو عاده كده مجازيا، بنقول عليه شنو؟ الاسود والابيض، كويس. وعندي سي ام، وهيك عندي شنو انظمه كثيره من انظمه شنو الالوان. احنا اللي هنتعلم شنو كيف انك تحول صوره ملونه من ار جي بي الى شنو، الى جري سكيل، او الى شنو، الى تدرج رمادي. هنجي نعمل امبورت للصوره بنفس الطريقه اللي فاتت، كويس، ونحولها للتدرج الرمادي. بعد ذاك شنو؟ بعد ذاك نعيد حفظها بأي صيغة احنا دارينها زي ما حصل في المرة اللي فاتت. طيب، نظام الصور في الكمبيوتر عادة، كويس، بيشتغل لي بشنو؟ بالحكاية بتاعت البيكسل، كويس، يعني شنو؟ يعني النقاط الضوئية اللي على الشاشة، كويس، بدي لي أي نقطة ضوئية على الشاشة لون معين. كذلك شنو؟ كذلك الصورة تتكون لي من عدد من البيكسلات، كويس. أنا همسك البيكسلات دي بيكسلة بيكسلة وأغير في اللون بتاعها من اللون الأصلي للون شنو؟ اللون التابع لشنو؟ للتدرج الرمادي. نرجع للفورم بتاعنا ونبدا شغل، نجيب البتون بتاعنا بتاع الجري سكيل. نجيب بتون نسميه شنو؟ نجيب تكست مثلا تو شنو؟ تو جري، كويس. شوف انا محتاج شنو؟ اول حاجه محتاج صورة من النوع بيتماب، هعرفها فوق اللي هي دي حفظ فيها الصورة الجديدة. هقول له بيتماب نيو شنو؟ نيو بيتماب، كويس. هشيلها من وين؟ هشيلها من الفايل هنا اللي هو هقول له بيتماب اللي هي نيو بيتماب، ايوه نفس ال طبعا فايل ديالوج. هقول له نيو ماب، هتساوي لي شنو؟ نيو بيت ماب من وين؟ طبعا فايل ديالوج واحد دوت شنو؟ دوت الفايل نيم. كده انا بقى عندي صورة قاعدة فين؟ قاعدة في البيت ماب، كويس. الصورة دي انا همسك البيكسل بتاعتها او الاكس والواي بتاعتها، كويس. كل بيكسل او كل نقطة ضوئية تقع عليه في احداثي معين بتشيل لي قيمه اكس وقيمه واي، نفس الاحداثيات بتاعت الرياضيات القديمه، كويس. فانا هعمل حلقه بتاعت فور بحيث انه الحلقه دي، كويس، حلقتين مدخلات، حلقه للعرض وحلقه لشنو؟ للطول. همسك كل بيكسل في الطول، كويس، كل نقطه في الطول مع نقطه في العرض، كويس، بتساوي لي شنو؟ بتساوي لي بيكسل معينه. يعني هقول له مثلا فور انتجر الاكس يساوي صفر، من صفر لحد الاكس اقل من النيو بيت ماب، كويس، النيو بيت ماب مثلا الطول او الاكس الاكس العرض دوت ويدز، كويس. همشي شنو؟ همشي الاكس بلس بلس. هدخل تاني في حلقه بتاعت فور، المرة دي هشتغل بانتجر الواي، الواي للطول، من الواي صاير صفر لحد الواي أقل من النيو بيت ماب دوت هاي، كويس. كده أنا قاعد في شنو؟ في نقطة معينة. العداد ده هيمشي من وين؟ من صفر مثلا الإكس بيساوي صفر، الإحداث الأول بيكون شنو؟ بيكون صفر وصفر. بعد ذاك هيزيد في الواي، هيبقى نازل تحت لحد شنو؟ لحد ما يكمل الروايات، هيزيد الاكس بي واحد، كويس. انا هقول له الواي بلس بلس، كويس. حاجه اعمل شنو جوه هنا، كويس. اول حاجه هشيل الكولر
الأصلي أعرف color اسمه original color بس ده حيساوي لي شنو؟ حيساوي لي new bitmap ضد شنو؟ ضد get البيكسل ليش شنو؟ بال x y المفروض انه هنا في احداث صفر صفر حيشيل لي اللون بتاع شنو؟ بتاع البيكسل الأولى كويس شال اللون خطاو محتاج انه يعرف شنو؟ بغير انتجر اخد فيه اللون شنو؟ اللون الجري هجيبه بعد ما عمل له شنو؟ بعد ما عمل له كاست تو انتجر كويس هشيل شنو؟ انا ما عندي اوريجينال كلر كويس الاوريجينال كلر ده فيه ار فيه جي فيه بي اللي هو فيه ريد كويس فيه تدرج احمر فيه تدرج اخضر فيه شنو؟ فيه قيمه شنو؟ زي ما قلت ار جي بي قيمه بلو كويس هشيل كل قيمه كويس هضربها في متغير معين او في هضربها في عدد معين بس انه شنو؟ تتحول لي لشنو؟ لجري من اللون الاصلي تتحول لي لشنو؟ لجري هقول له يا اخي الاوريجينال كلر دوت الار بتاعته اضربها لي في شنو؟ في بوينت 3 كويس الحاجه دي زايد كويس نفس الاوريجينال كلر كويس دوت شنو؟ دوت الجي بتاعته اضربها لي في كم؟ في بوينت 5 9 كويس زائد شنو دي كلها بتطلع لي متغير انتجر اللي هو ده شنو ده اللون الجري او ده التدرج بتاعي بتاع النقطه شنو المعينه كويس اما انا قاعد في نقطه بطلع منها اوريجينال كلر بضربها في الحاجات دي بجيب النقطه اللي بعديها في النهايه بعمل لهم شنو؟ اقول لهم سيت كلهم كويس على مستوى العرض والطول بتاعت شنو؟ بتاعت الصوره اجيب الاوريجينال كلر ضد بلو هضربه في شنو؟ هضربه في 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 بوينت 11 تقريبا كويس الحاجة دي كلها انا هعمل لها كاست شنو؟ تو انتجر كويس كده انا غيرت اللون بتاع شنو؟ بتاع نقطة كويس هشيل كولر نيو كولر احط فيه اللون الجديد سمي شنو؟ نيو كولر ده هيساوي لي شنو؟ كولر بعد ما تحوله من وين؟ فروم اي ار جي بي حوله من حوله من الار جي بي كويس بشنو؟ بالثلاثة حاجات الريد بتاعه هيساوي لي جري لأنه أنا عايز أغير الصورة من شنو؟ أخلي الريد بتاعه جري كويس والجي جري كويس والبي شنو؟ والبي جري كده أنا حولت الأر جي بي لشنو؟ لجري جري جري كويس كده بقت لي شنو الصورة؟ تدرج رمادي أجي أنفذ الحاجة دي على مستوى شنو؟ على مستوى الصورة بتاعتي نيو بيت ماب دوت شنو؟ بدال لست بيكسل كويس ست للإكس سيت للواي بشنو؟ باللون الجديد نيو كلر كويس كده انتهيت ما علي الا انه انا اقول له شنو؟ بنروح لغه الفور خلاص كده انتهيت من الفور فورين المدخلات حعمل له شنو؟ حعمل له كاست حعمل له تغيير للون شنو؟ من اللون الاصلي للون الابيض والاسود كويس بديت من الاكس لحد العرض المعين من الواي صفر لحد شنو؟ لحد الطول المعين غطيت الصوره كلها كويس حاجه اقول له يا اخي البيكتشر بوكس دوت ايمج تساوي لي شنو؟ تساوي لي الصورة الجديدة كويس كده عشان اعرضها لليوزر حاجة اجرب الحاجة دي على مستوى البرنامج بتاعي او البروجكت بتاعي كويس بس انا هسه اركز في الحتة بتاعتي شنو انا بعد الصورة من وين؟ من بدايتها لنهايتها بيكزل كويس صورة قد يكون فيها الاف من البيكزلز كويس كل بيكسل مثل لي بنقطة معينة اكس وواي كويس حزيد في الاكس كويس بواحد حزيد في الواي بواحد كل مرة حمشي لشنو؟ حمشي لبيكسل جديد لحلقتين مدخلات كويس بعد ذاك حشيل اللون الاصلي كويس شلت اللون الاصلي اغيره لشنو؟ لجري كويس عندي اوريجينال كلر عندي شنو عندي نيو كلر خلينا نجيب صورة طبق على الحاجة دي نجيب صورة مضادة لان الوانها واضحة شوية كويس مجرد ما قلت لها تغيير حبل لي شنو؟ تدرج ابيض اسود زي ما شايفين كويس ممكن احفظها كويس جري مثلا ضد شنو؟ جي بي جي كده شنو؟ احفظها لي ممكن اجيب صوره ثانيه كويس مثلا الصوره دي لاحظ ان الصوره تكون شنو؟ تكون ملونه اول ما اقول لها تغيير شنو؟ حبل لي شنو؟ لتدرج رمادي
كويس. كود بتاعنا منفذ وشغال، مش هطبق الحاجة دي هنا من الدرس ده إن شاء الله، تلاقي في الدرس القادم. يا ريت الناس تكون استفادت، وشكرا جزيلا للقاء.